كل شهر رمضان احنا بنحاول على مدار كم من سنة أخيرة، كمان الإشي بسبب إنه عدم وجود ميزانيات كثيرة، فبنكون بتجنيد طرود غذائية من جمعيات مختلفة في البلد، من رجال الزكاة. الطرود هاي صدقاً بتعطي كثير سد حاجيات، زي ما انتو شفتوا عدد الطرود وحتى على قسم كبير من الطرود اللي توزعت على العائلات. بتقوم العامل الاجتماعي بالتواصل مع العائلة، بيجي بأخذوا الطرد، بأخذوا بكل بسطية. واضح انه فعلاً الطرد هذا بسد حاجة كبيرة، لانه فيها طبعاً مركبات ومواد غذائية اللي هي لشهر رمضان، يعني نعطي للعائلة تشعر بأمان، حتى بأمان غذائي. يعني شهر رمضان هو شهر اللي هو شوي مكلف يعني، فالمفروض انه احنا نحاول قديش ممكن نسد الفجوات. يعني المساعدات وهذه الطرود فعلا بتسد حاجة عند العائلات قديش ممكن، طبعا يعني انه يكون فعلا، يعني بنحاول قديش ممكن انه يكون في تكافل اجتماعي بغض النظر عن الفروقات، بغض النظر عن الظروف الصعبة اللي طبعا هذه العائلات بتواجهها. شهر الفضيل هو تسميته جاي معاه، احنا منجند كل سنة طرود غذائية للعائلات العفيفة، هي كثير بتساعدنا وبتساعدنا طبعا وبتساعد العائلات العفيفة كونها عائلات اللي هي بحاجة، بكفي رسمة السعادة على وجههم والبسمة، ودايما احنا مستقبلهم بكل عام وانتم بألف خير، دايما احنا منجبر خاطرهم وهم طبعا جايين معي مع يعني حسيس يعني عفيفة اللي هم في عندهم صعوبة بالطلب، فاحنا دايما مستقبلهم بهالابتسامة، دايما بنعطيهم الطاقات الإيجابية وبكف، وإحنا بنشتغل بساعات يعني كاملة، وبروح على وخاصة أنا بروح على البيت براحة تامة إن أنا أسعدت هاي البيوت وأسعدنا بالمكتب هاي البيوت وهاي العائلات. حبيت أشارك بهذا الإشي، وين ما في مشاركة وإشي هيك مثلاً عمل خير بحب أشارك بهاي المواضيع، لأنها بتفرح ناس، الخير الناس أنفعهم للناس. أهم فحوة ممكن نستثمرها من التكافل الاجتماعي هي في رمضان. ليش؟ لأنه رمضان هو اللي بنبت منه التكافل الاجتماعي، كيف إنه الإنسان ممكن يقدم شيء ثاني، شيء جميل وعمل طيب في رمضان، وممكن هذا يزيد من التكافل الاجتماعي الأسري والاجتماعي. كثير إشي حلو لما أول إشي إحنا كمتطوعين نجهز هذا الإشي بإيدينا، طبعاً منجهزه بكل حب، تطوع من سنين هذا الإشي من وإحنا صغار فيه، أنا من وأنا صغير وأنا أسوي بهالأشياء، كل مره بسوي الطرد ابقى متحمس بس لحتى اوصل الطرد بايدي للعيله، اشوف كيف العيله بدها تستقبله، كيف زي ما حكى الاولاد بدها تيجي تفرح لتشوف الطرود، بدها تشوف الاشياء بتنبسط. طبعا اكثر هذا الاشي بشهر رمضان، برضه يبقى يستنوا هاي الاجواء، يبقى يستنوا اشياء بالطرود، مثلا اشياء بنشوفهاش برمضان، اشياء بنعشاش برمضان، اشي كثير مهم مش بس برمضان، طبعا كل اشهر السنه مهم الواحد يتطوع ويعطي، حتى إذا مش إشي علني زي الطرود وهيك، تقدر الإشي سر بينك وبين العائلة المستورة أنت تروح تعطيهم طبعاً.